الجمع الكريم تعكس مؤشراتي والدلائل نجاح المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة وتثبيت دعائم الأمن الوقائي، والتي ترتكز في سبيل تحقيق ذلك على تخطيط علمي مدروس يعتمد على دقة تحديد الأهداف وترتيب الأولويات وانتهاج أحدث الأساليب العلمية في إدارة العمل الأمني من خلال مواصلة إطلاق طاقات وكفاءات العنصر البشري وتزويده بالخبرات والقدرات الفنية المتطورة بما يحقق الجاهزية لأداء المهام الأمنية والتعامل مع مختلف المواقف والاستجابة السريعة لمتطلبات العمل وتحدياته، كما تحرص المنظومة الأمنية على استكمال كافة المقومات المادية والإمكانيات اللوجستية وإعادة انتشار مواقع المنشآت الشرطية لمواكبة الطفرة الحضرية التي تشهدها البلاد وتأمين المجتمعات العمرانية الجديدة وما تزخر به من مقومات، والاستمرار في تحديث قاعدة متكاملة للبيانات والمعلومات والاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال العمل الأمني. الإخوة والأبناء أعضاء هيئة الشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني، تحية لكم في تلك الذكرى المجيدة، وقد كنتم ولا تزالون بجهودكم وتضحياتكم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم في حماية أمن الوطن والمواطن. كما أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية وقواتنا المسلحة الباسلة، مع خالص الدعاء لمصابينا الأبطال باستكمال الشفاء حتى يعودوا لصفوف العطاء والمسؤولية. السيد الرئيس، بحكمة وشجاعة وصدق تمضي جهودكم الرشيدة في قيادة مسيرة الوطن إعلاء لمصالح الشعب وآماله، وستبقى مصر بإذن الله آمنة مستقرة يبذل أبناؤها من رجال الشرطة الجهد والدم خلف قيادتكم الحكيمة لحفظ أمن الوطن ومكتسباته وفاء للعهد وولاء للواجب. حفظ الله مصر بكم وأدام عليها أمنها وسدد بالحق كل خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.